انا بعد من الناس اللي رغم اني مطالب به كنت، ورغم اني زين عندي ونحتسبه مكسب، نختار بعد موريتاني يقوى فيه الرجل الوطني مثلا، الاذاعه الوطنيه والتلفزه الوطنيه سابق، ينفتح المجال للاستثمار في هذا الميدان له. به اللي احنا شفنا البنوك اللي مشات مسار القبلي، وشفنا لي زاسيرونس اللي مشاو المسار القبلي، وشفنا ما خارج الرواية واستثمر فيها هون، ما عجبت واستخدمت لروايات الاغراض، ما هي اغراض تهدف للهم العام. وضمن سلسلة الإصلاحات القانونية المهيئة لجو تشاركي يفتح الباب للجميع من أجل المساهمة في عملية البناء، كان لابد من مراجعة القوانين المنظمة للمجتمع المدني لتكون قادرة على مواكبة التطور في هذا القطاع. مشروع القانون الجديد اللي له يسمح تنظيم منظمات المجتمع المدني على أسس جديدة، نحن كنا متعطشين إليه، لأن القانون الذي كان يحكم هذه المنظمات هو كان قد اتخذ منذ 1964، ولا يخفى على أحد التطورات اللي حدثت على مستوى العالم بصفة عامة وعلى مستوى بلدنا بصفة خاصة في كل المجالات. ولذلك كان لابد من وجود قانون جديد يلائم وضعية هذه المنظمات مع مناخ العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. القانون الجديد للمجتمع المدني قانون في غاية الروعة، ذلك أن هذا القانون أعطي بعدها للمجتمع المدني ليناقشه ليطلع عليه ليتدخل فيه، ولذلك تمت إضافة على هذا القانون أضافها من استمع إلى هذا القانون. قيمة بصفة عامة عن الذي يرشد المجتمع المدني ويجعل قواعد جديدة تضبط نظامه وتضبط، لأن ما معقول أن تكون هي عضو في المجتمع المدني لا يوجد لها مقر، ولا معقول أن يكون في عمال في المجتمع المدني ما عندهم ضمان اجتماعي ولا عندهم نظام تقاعد. من وجهة نظري النظام الجديد للمجتمع المدني إضافة جديدة للقوانين التي تمت في السنوات الأخيرة. الآن ده ينطبق علينا نظام التصريح كما هو موجود في أغلب بلدان العالم الديمقراطي، يكفي للمواطنين إذا كان لديهم نية أو عزم للمساهمة في حقل ما من التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، أن يتكتلوا ويصرحوا بها لدى المحاكم في الولايات أو في نواكشوط ويبدو نشاطه. ونظرا للميراث الثقيل من الفساد الإداري والمالي الذي خلفته الحقب الماضية، كان واجبا على الحكومة وضع أسس قانونية وإجرائية لمكافحة الفساد وسوء التسيير. كل مجهود فعلي على مستوى القوانين والمراسم المنظمة لإطار العمل الحكومي، وأنا أعتبر أن في هذا المجال هم إنجازات كبيرة وهم قوانين أساسية قد حد يذكر منها على الأقل اللي منها يعني الشفافية المالية، سواء كان إنشاء محكمة سامية لدستورية واللي بلدنا ما قطع عدلت فيه، واللي يتمكن من محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة بالنسبة لأي خيانات محتملة، وهذا بالنسبة لبلدنا يعتبر مرحلة متقدمة من استعداد الحكومة لقبول مبدأ رقابتها ومبدأ محاكمتها على عملها. ثانيا قانون الخاص بالشفافية المالية واللي فرض على جميع مسؤولين الدولة على مستويات العالية كاملة تصريح بأموالهم وخلق هيئة مكلفة دوريا بالتحقيق حول ممتلكات القائمين على البلد من أجل تأكد أن الموارد الحقيقية اللي مرصودة أنه استخدمت في الأهداف بدل ما تستخدم في أهداف شخصية. إلى حد الآن ما رأيت مع الأسف مشروع تقويم اقتصادي بريطاني كأن ما كان مستمر بشكله
وفي مضمونه وفي معارفته، وحتى في خلفياته التي يعني أريد الوقوف عندها، عمليات التي تمرض في ظروف مظلمة وهي مصيرية، مثل المصفات، مثل الميناء، ومثل أشياء أخرى، سبقات كبيرة ومهمة، ونعطات الشرائك في ظروف غامضة. بلادنا تعاني من الرشوة والتحايل. لم نرى بعد مؤشرات واضحة ودقيقة عن عملية تستهدف محاربة الرشوة والتوجه في منح الحكم الرشيد. الواقع أننا ما زلنا عاجزين عن تغيير مسلكيات سلبية كهذه، وإن كانت تتطلب بعض الوقت، ولا يمكن القول أننا تجاوزناها بين عشية وضحاها. اليوم لا نتحدث عن الرشوة ولا عن الفضائح على مستوى الإدارة. Une cadence de 30 ans, ce n'est pas à 11 ou 12 mois qu'on peut évaluer le succès. لا يمكن تقييم نجاح مرحلة ما، خاصة في فترة تأتي بعد 30 سنة من الفساد. لقد عانت البلاد الكثير من الفساد الذي لم يكن الرئيس الحالي مسؤولا عنه، ومن يعرف هذا البلد يدرك أنه لم يكن هناك احترام للقوانين ولا حواجز. اليوم يمكن القول بأن الجمعية الوطنية ترتاح لتصويت على قوانين اقترحتها الحكومة، سيتم بموجبها فرض الشفافية في التسيير، والمحكمة العليا اليوم تملك الوسائل لرفض أي مخالفة لا تتماشى مع القانون. ومع أن الانفتاح الديمقراطي وجو التصالح الاجتماعي الذي طبع السنة المنصرمة شكل بيئة مناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للسكان، إلا أن الجهود في هذا المجال اصطدمت بالعوامل الطبيعية والظروف الدولية الخارجة عن نطاق التحكم. فعاشت البلاد تداعيات أزمة غلاء عالمية مذهلة انعكست داخليا في ارتفاع كبير للأسعار، سبب ردات فعل بلغت حد العنف في بعض المناطق. تلك الاضطرابات وتلك المظاهرات حدثت بداية وكانت ذروتها في مناطق من البلد لم تعرف التظاهر ولم تعرف العمل الاحتجاجي لا سياسيا ولا نقابيا من قبل. الأسعار ارتفاعها كان ارتفاع عالمي، قطعا عن الذين خرصوا مستوى ارتفاع الأسعار هو اللي كان بالنسبة لمستوى ارتفاع الأسعار في العالم الثاني في السوق اللي حقوا لانه لا لباس به، لانه مثلا نعطيكم في لبنان الزيوت زاد سعرها 120%، احنا الزيوت عندنا ما زادت 120%، لان هناك غلاء عالمي ياخذ نعرفه يقدر ملي لعاد الغلاء العالمي خالق هذا ما 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 يلغي دور الدوله. ولا كافي ينقال عندي اسعار عالميه صحيح فيها جانب عالمي وذا التاثير العالمي الناس كامله تراعي فيه وتشوفه وتعرف ياسر الأرقام، يغير موليهم أمور أخرى متعلقة للأسف باستمرار الفساد وممارساته في الإدارة الموريتانية. مهمة الدولة خاصة في العالم الثالث هو أن تستشرف أولا هذه الأوضاع وأن تعمل على تخفيف الضرر النافذ عن هذه الأوضاع، وهذا ما لم يحصل. تعتبر ظرفية شملت جميع بلدان العالم نتيجة للغلاء المفرط في سنة 2007-2008، وهذا الغلاء جسد أولا في زيادة مذهلة على مستوى أسعار البترول وصاحبتها زيادة أيضا مذهلة على مستوى المواد الغذائية.